أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. أهلا وسهلا بكم بمهرجان ميدان الأحلام بحلته الثالثة هذا الموسم، موسم عام 2020، دوري عام 2020 على ميدان الأحلام بحلته الثالثة هذا العام. يحتضن ميدان الأحلام هذا اليوم 11 شوطا للخيول العربية الأصيلة. أولى أشواط هذا المهرجان هو شوط خيول عربية محلية، نطلب من ملاكها ومدربيها بتوجيهها إلى الميدان أول الوافدين إلى الميدان بأولى أشواط هذا المهرجان. هبوب الريح ابن الفحل فرابي والأمة الحمدانية، المالك والمدرب يحيى طرابي، سيقود الفارس الزيو بانتظار دخول بقية المشاركين والمشاركات. هلال الخيل أنيبل ياقوت ونجمة الليل لنستكمل عدد المشاركين الخمسة بأولى أشواط هذا المهرجان بشوط الخيول العربية المحلية. إلى الميدان بأولى أشواط هذا المهرجان نجمة الليل ابنة البحر الحيلان والأملك حيلة، المالك بلال الرفات، المدرب رازق الرفات، سيقودها الفارس محمد العارف. ثاني الوافدات إلى الميدان بأولى أشواط هذا المهرجان بانتظار دخول هلال الخيل أنيبل وياقوت لنستكمل عدد المشاركين بأولى أشواط هذا المهرجان. أسرع شوي لو سمحتم ملاك ومدربين. الوافدات إلى الميدان بأولى أشواط هذا المهرجان أنيبل، الملك محمود الزكارمي، تدريب الصفات الكسام، والقيادة ستكون لزنور غدير. أول المنطلقين بعملية الإحماء بأولى أشواط هذا المهرجان هبوب الريح ابن الفحل فرابي والأمة الحمدانية، على صهوته الفارس بزي، وتليه نجمة الليل ابنة الفحل الحيلان والأم الكحيلة، على صهوتها الفارس محمد العارف. ثالث المنطلقات بعملية الإحماء أنيبل ابنة الفحل عساف الربيع، المالك حمودي زكارني، تدريب الصبلات والكسام، على صهوتها الفارس زنور غدير. أثناء خيول الشوط الأول شيعت جميعها نحو جهاز الانطلاق. ملاك ومدربين خيول الشوط الأول على بركة الله تعالى بأولى أشواط هذا المهرجان بانطلاقة موفقة لهلال الخيل وهبوب الريح، إلى أن هبوب الريح برفقة الفارس بزيو ينتزع صدارة هذا الشوط. هلال الخيل بالمرتبة الثانية مع معاذ جنداوي، أنيبل تتقدم للمرتبة الثالثة مع زنور غدير بالمراحل الأولى من هذا السباق. هلال الخيل الآن ينفرد، هبوب الريح عفوا ينفرد بصدارة الشوط، قرابة المنعطف الأول برفقة المدرسة الشمالية بزيو على صهوة هبوب الريح، ينفرد بمسافة تزيد عن ثلاثة أطوال الآن، قرابة ما بين المنعطفين. هبوب الريح الآن بصدارة الشوط ما بين المنعطفين، قرابة المنعطف الثاني والأخير. هلال الخيل بالمرتبة الثانية وأنيبل بالمرتبة الثالثة، تتقدم خيول الشوط الأول نحو المنعطف الثاني لتخرج من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. هبوب الريح يقبل بصدارة الشوط، ينفرد بشباب صدارة الشوط ما بعد المنعطف الثاني والأخير نحو المراحل النهائية والحاسمة، يبحث عن انتصاره الثالث في هذا العام. هبوب الريح بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ينفرد بصدارة الشوط الأول برفقة المدرسة الشمالية بزيو. هبوب الريح برفقة المدرسة الشمالية بزيو يضع برصيده الانتصار الثالث على التوالي هذا العام على ميدان الأحلام. هبوب الريح بالمرتبة الأولى، هلال الخيل بالمرتبة الثانية مع معاذ جنداوي، وأنيبل بالمرتبة الثالثة مع زنور غدير. برفقة الفارس معاذ جنداوي بالمرتبة الثانية، وأنيبل برفقة الفارس زنور غدير بالمرتبة الثالثة، فليتفضلوا أصحاب المراتب. هبوب الريح ابن الفحل ترابي والأمة الحمدانية، المالك والمدرب يحيى طرابي، والفارس بزيو. فيتامينات مقدمة من شركة مالدروف، مقدمة من مربط الملوك، من الأخ نادر محميد أبو أحمد. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، مشكورين حبايبنا مربط الملوك، مبروك هلال الخيل، مبروك ألف مبروك، مبروك حبيبنا سياد فلاح، مبروك لمعاذ جنداوي، مبروك لجميع طاقم الحصان هلال الخيل صاحب المرتبة الثانية بأولى أشواط هذا المهرجان، مبروك ألف ألف مبروك. أما صاحبة المرتبة الثالثة القادمة من جنين كانت من نصيب أنيبل ابنة الفحل عساف الربيع، مبروك للمالك حمودي زكارني، مبروك لاستضلاط الكسام،
برفقة الفارس زنور غدير تتوج أني